في عام 1999 تنبأت إحدى المجلات المصورة بما حدث في العراق، حيث تم إعداد شخصية كعدو لفريق مكون من شخصيات خارقة، وكانت الشخصية تشبه البطل صدام حسين تماما. وفي تلك الرواية تم قتل هذه الشخصية على يد الشخصيات الخارقة بعد عمليات وعدة أحداث تشبه ما حدث في العراق. وفي عام 1990 ظهر الرئيس العراقي صدام حسين في شريط صوتي وهو يتحدث عن المؤامرات التي وضعت على العراق. بس لابد أن أقول لكم كل الألم الذي أصابنا كما هو لكي تتصوروا بشاعة المخطط اللي كان موضوع. صار واضح أنها مؤامرة صهيونية أمريكية علينا، ومقصود نظل يظلون يضعفون بينا بحيث من نريد نجي نشيل سيفنا ما نقدر نشيل سيفنا. والآن يا متابعيني الكرام، هل كان ذلك على محض صدفة أم كان مخطط له مسبقا لاحتلال وتدمير العراق؟ أرجو الإجابة في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. دمتم في حفظ الله.